للحديث إذن مشاهدينا عن المسؤولين عن إغراق العراق بالمخدرات ودور الحكومة في ضوء زيادة أعداد متناولي المخدرات والتجار، معنا من مدينة مالمو عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدعي، حياكم الله، مرحبا بكم. أستاذ لبيد، ما الذي يعنيه إذن العثور على نحو مليوني حبة مخدرة في بغداد مؤخرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا الرقم مليوني حبة مخدرة في بغداد فقط، يعني هذا هو فقط ما تم العثور عليه، ومن المؤكد أن ما لم يتم العثور عليه أكبر بكثير من هذا الرقم. ونحن نتحدث عن بغداد فقط، فهناك أيضا 17 محافظة أخرى لا نعرف عدد الحبوب التي تم العثور عليها، لا سيما بأن بغداد هي من المناطق البعيدة أو المحافظات البعيدة عن المناطق الحدودية التي يتم تصدير أو تسريب المخدرات من خلالها، وأقصد الحدود العراقية الإيرانية والحدود العراقية السورية، فما بالك بالمناطق الحدودية لا سيما ميسان والبصرة التي يشكو أهلها من كثرة وانتشار المخدرات، بالإضافة إلى وجود معامل لتصنيع هذه المخدرات، بالإضافة إلى بعض المحافظات التي أصبحت تزرع هذه المخدرات. هناك كارثة بالحقيقة، كارثة حقيقية تحيط بالعراق. المعنى الآخر لوصول هذا الكم الهائل من الحبوب المخدرة إلى العاصمة بغداد، يعني أن الحرب، حرب المخدرات بدأت تستهدف قلب العراق، لأن العاصمة عادة العاصمة هي التي تعصم الدولة كلها، هي التي تشكل حامية الدولة كلها. إذا سقطت العاصمة سقطت الدولة كلها، فمعنى ذلك أن العاصمة حاليا مهددة بتفشي هذه الآفة على نطاق واسع، وهناك تقارير تتحدث عن وصول هذه عن إدمان الأطفال إلى ما بين 10 و 14 سنة بهذه المخدرات. فنحن مقبلون بالحقيقة على كارثة حقيقية ما لم يتم التخلص من هذه الآفة التي هي من أسبابها طبعا فساد النظام برمته. طيب. نعم. ولكن كيف يعني أمكن دخول أكثر من 8 ملايين حبة مخدرة إلى بغداد في المدة الأخيرة؟ يعني من الجهات المستفيدة التي يسرت لها هذا الدخول بهذه الكميات الكبيرة إلى بغداد؟ هناك طبعا أكثر من جهة مستفيدة، لكن الجهة الرئيسية المستفيدة من ذلك هي إيران، النظام الإيراني. يعني النظام الإيراني نعرف أن إيران تستهدف العراق، تستهدف تخريب المجتمع العراقي، تخريب النسيج العراقي، انهاك البلد، جعل البلد المجتمع العراقي، جعل البلد المجتمع العراقي مجتمع متفسخ متهالك، ولذلك من اجل تسهيل القبضة عليه، يعني تسهيل السيطرة والهيمنة الكاملة عليه. لذلك حتى الاستهداف القادم من الحدود العراقية السورية هو بالحقيقة يأتي من جنوب لبنان، يعني وكشفت كثير من التقارير بالدليل القاطع بأن جنوب لبنان مصدر رئيسي للمخدرات إلى العراق التي يمررها من خلال الحدود العراقية الإيرانية. المستفيد الآخر بالحقيقة هي الميليشيات، لأن الميليشيات هي المتحكمة العزيمة بالحدود بين الحدود العراقية السورية. هناك سيطرة كاملة للميليشيات، تواجد تقريبا رئيسي للميليشيات في هذه النقاط الحدودية. فعبور المخدرات من سوريا وكذلك من المنافذ الحدودية بين العراق وإيران، يعني أن هناك تواطؤ أو هناك تعاون وتفاهم بين القوات الأمنية المسيطرة هناك، سواء كانت ميليشيات أو قوى داخلي متواطئة أو متعاونة مع تجار المخدرات. ولكن هذا يدين القوات الأمنية ودين الحكومة دخول هذه الكميات الكبيرة من المخدرات في الربع الأول من العام الحالي، يعني ألا يشير إلى عجز القوات الأمنية كيف تغض الطرف عن هذه التجاوزات كما تفضلتم؟ طبعا يعني هناك يعني القوات الأمنية
الأمنية لا نستطيع أن نقول بأنها كلها نظيفة وكلها خالصة وتعمل بموجب القانون. هناك فساد، ونحن نعرف بأن الفساد استشرى في جميع مفاصل الدولة، والمفاصل الأكثر فسادا بالحقيقة هي مفاصل القوات الأمنية، القوات المسلحة. لذلك فالبلد من الناحية الأمنية بلد مهلهل، وعندما تصبح المخدرات المتفشية إلى هذا المستوى، معنى ذلك أن لا توجد هناك قبضة أمنية، ويوجد فساد مستشري إلى مستوى عال في المؤسسات الأمنية، لأنه بالحقيقة المؤسسات الأمنية هي المسؤولة عن السيطرة على هذه المسألة من بدايتها، من النقاط الحدودية. إذا لم تكن هناك سيطرة وقبضة حديدية على هذه المنافذ، فهذا هناك معنى واحد لهذه المسألة، لهذه المعضلة، أن هناك بلدان أو هناك تواطؤ وهناك تعاون بين المصدر والمستورد والمروج لهذه المخدرات. فليست بمنأى القوات الأمنية والميليشيات، ليست بمنأى عن التعاون والضلوع في هذه الجريمة الكبيرة. ولكن هذا يمثل عفوا خطرا كبيرا على المجتمع. ربما الآن المطلب المجتمعي هو إعادة الأحكام الصارمة لمن يتناول ويتاجر المخدرات. إلى أي مدى لا يزال تعطيل هذه القرارات الصارمة يحصل أو يجري وفق إرادة سياسية؟ منذ عدة سنين، منذ أكثر من 10 سنوات، ونحن نسمع بهنا بمطالب من داخل البرلمان ومن خارج البرلمان. يخرج علينا سياسة مشاركون في العملية السياسية يتشدقون بأنهم يطالبون، وهناك مطالب بتشديد التشريعات وتفعيل التشريعات السابقة. هناك مادتان يعني واضحتان 27 28 هي كانت مفعلة وسائدة في زمن النظام السابق قبل سقوط الدولة العراقية تحت الاحتلال، وهما مادتان صارمتان بالحقيقة، ونجحتا في تنظيف العراق، وأصبح العراق من بين الدول النظيفة، من بين أنظف الدول من ناحية المخدرات. نعم. بفضل هذه هاتين المادتين، لأن هناك عقوبات صارمة تصل إلى خصوصا أكثر المتعاطين، أو كان متعاطيا أو متاجرا بها أو ناقلا لها، يلقى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. هاتان المادتان أصبحتا شبه معطلتين. صحيح. وكثير من نسمع كثيرا من مطالب، لكن هذه المطالب لا تلقى أي صدى ولا تلقى أي استجابة، وهذا مؤشر آخر يعني يثير شكوكا بجدية. صحيح. البرلمانيين أنفسهم والمؤسسات البرلمانية والمؤسسات التشريعية، لأن ويبدو أن هناك بالحقيقة هناك مصالح متشابكة في مسألة تجارة المخدرات التي تدر أرباحا كثيرة على القادة السياسيين. نعم. وعلى القادة الأمنيين والقادة الميليشياويين، وهذا ما يفسر تعثر هذه المسألة. واضح. ومجرد مطالبات كلامية ولا تنفع أيضا على الصعيد الحقيقي. أيضا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.